هو بس انا مش نازل عشان كل ده، كل دون انا دمي علشان الشعب المصري، انا روحي علشان مصر، مصر انا افديها في كل الماء. ده اللي انا عايزه اقوله. بس ثلاث وجهه للسيسي كله ايه؟ ان هو لو ربنا اقوى منه، لا هو لو فضل يظلم ويظلم في الشعب المصري ربنا في الاخر. هو دوان دلوقتي يا شعب يا مصري اثبت اثبت يا شعب، ما تيأس، دوان اختبار ربنا هو اللي عامله، مش اختبار ربنا اللي عامله، مش يعني ده مش عشان احنا بندعي وما ربنا ما بيستجابش يبقى احنا ظالمين، لا ده اختبار، اختبار للشعب المصري ازاي هيثبت وازاي هيبقى قوي ضد الظلم والفساد. والسيسي دلوقتي هو ربنا اقوى منه، بقول له لو هو دلوقتي ما اتنحاش الشعب المصري كله هيبقى ضده، ودلوقتي الناس كلها بتفوق، بتبتدي تفوق يا شعب يا مصري، يفوق انت كمان. ده اللي انا بقوله. والبلاد اللي بره كلها مأيدانا، وازاي بقى هو بس الاخوان اللي مأيدانا؟ انا مش اخواني على فكره، انا شعب مصري حر عايز بلدي وعايز مش عايز ابيع ارضي. عشان هو التاني. انا دمي واخواتي وابي وامي فدا بلدي وفدا